وهاب العفيفي الله يرحم عفيفي وكيل معهد الإمام الشرعي الولي الكبير والعارف الشهير الشاذلي الطريقة المتصدي لتربية المريدين والجالس معه يجد في قلبه خشوع ويقين وإيمان قوي وحلاوة وجد أحمد الإشبيلي تلميذ الحالة حفني الولي العارف بالله وقد اشتهر أمره في الحرمين الشريفين علما وحالا وسرا. الصباغ كان صديق الوالد عبد الهادي الصباغ اللي مسوي كتابات الحمد لله. الإسكندري الولي الصالح والنور الواضح كان ممن يحضر مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم. شنو هاي سيدي صحيح؟ صحيح يحضر؟ إيه صح. والخلفاء الراشدين الأربعة سبحان الله أبو بكر عمر وعثمان علي. وقد حضر بعض الظلمة من الشرطة مجلسه فقال كيف يحضر هذا مجلسي والنبي صلى الله عليه وسلم فيه مع أصحابه واستعظم ذلك. محمود الكردي الله الحين فيه الشيخ شيخ محمد سعيد الكردي الحين بالجمعية العلوم الإنسانية. الإمام العارف الكبير والصوفي الشهير غوث الزمان وقطب الديوان حبر وقته في المعرفة والتصوف وله إسراءات بروحه ومتعددة كثيرة ومجاهدات عظيمة يكاد العقل أن يكذبها منها أنه مكث 14 عاما ما شرب ماء. مدد معقولة سيدي؟ سبحان الله والله العظيم يقعد كم يشرب بخار المية والله كنا نقعد ناكله ولا يشرب كان عايش على طول. يقول الغرباني الشيخ الصالح لا الغرياني او الغرياني الشيخ الصالح والنور الواضح له اتباع من مصر والناس يتوسلون بجاهه قد اشتهر عند اهل مصر انه هو الحارس للركب هذا وان مصر قد حشيت باولياء الله وانهم فيها كالنجوم في السماء فالمستور فيها أكثر من الظاهر إذا الخامل فيها أكثر من أن يحصى والغالب أن أسواقها لا تخلو منهم فمن أزيل عنه الحجاب رآهم عيانا وبالجملة فأحوالهم كمثل بحر ووجدهم ووجودهم كثيرة فهم ينبتون فيها دائما لا تنقطع آثارهم ولا تغيب شموسهم وأقمارهم فعلى من دخل مصر يجعل معتمده عليهم فإن بحث عنهم وجدهم لا سيما إن كان بصدق الطلب. أحمد البدوي أحد الأقطاب الأربعة اللي هم الرفاعي والجيلاني والبدوي والدسوقي. أنت ربحت الورا أنت كنت